الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تيجاني وعنا به آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. سيدنا موسى واقف والصحراء وقفوا جنبه ومنتظرين بقى ايه هيبدأوا. فسيدنا موسى من الواجب أنه يحذرهم شفقة، رجل شفوق بيحذرهم ويرهبهم قبل أن يبدأوا هذه الجريمة. فبيقول لهم: وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، أي يستأصلكم بعذاب. هذه الكلمة وجدت نحو قلوب بعض الصحراء سبيلها، لأن المصريين بطبيعتهم مؤمنين ومتدينين. يعني المصريين متدينين، وهؤلاء السحرة مش ناس عاديين، دول علماء، يعني ناس علماء في السحر، والسحر ده كان أيام فرعون ده يعني أقوى حاجة، فكانوا بيقدروا الكلام. فلما سيدنا موسى قال لهم الكلمتين دول قال إيه؟ فتنازعوا، أي تشاجروا. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تشاجروا. الناس قال لك ده كلام أنبياء، ده مش كلام ساحر. والتانيين يقول لهم: يا جماعة احنا هنكمل للنهاية. فتشاجروا، فتنازعوا أمرهم بينهم. وبعدين واحد قال لهم: يا جماعة يعني اتكلموا بصوت واطي. وأصروا النجوى، يعني ما ترفعوش صوتكم كده، وإيه الناس تقول عليكم ايه. قالوا مع بعضهم: ان هذان لساحران. انتوا عارفين ان ديت حرف ناسخ، بتنصب المبتدا وترفع الايه الخبر، بس لما تخفف ما بتعملش. يعني لما اقول لك ان يبقى خلاص المبتدا مرفوع والخبر ايه مرفوع. ولذلك قالوا: إن هذان لساحران، ماشي. إنما في قراءة صحيحة ومتواترة قالوا: إن هذان لساحران. قال لك طب إزاي تيجي دي؟ إن يبقى هذين، إنما وجدوا القراءة متواترة إن هذان. قالوا أصل في إن تانية لها معنى تاني، في إن بمعنى أجل وبمعنى نعم. إن هذان يعني نعم، هذان لا إيه. وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عدد يقول على المنبر، بيقول إيه: إن الحمد لله، ثم يقول بعدها: وأنا أفصح قريش. يعني يقول إيه؟ إن الحمد لله، وبعدين يقول إيه؟ وأنا أفصح إيه؟ قريش. عشان دي إن بتاعت أجل نعم، ما كانش كتير يعني إيه، وليها طبعا تخرجات أخرى يعني إيه، ليس المجال مجالي. وفي ناس عرب كتير جدا بيرفعوا وينصبوا ويجروا المثنى بالألف، يعني يرفعوا ويجروا بالألف. جاء رجلان، رأيت رجلان، مررت برجلان، كلها بالإيه؟ بالألف. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن، برضو الكلمة بتاعت فرعون حولها إلى قضية إيه؟
سياسية، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. أرضكم دي مين؟ مصر. يا أخي مصر دي اتذكرت في القرآن بكذا لفظ، اتذكرت بلفظ الأرض. يعني مثلا يقول له إيه؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. الأرض هنا إيه؟ مصر. كأن مصر دي زمان هي كانت، مصر دي كانت الدولة العظمى زمان. أمال إيه؟ يعني هي الأرض. قال اجعلني على خزائن الإيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الإيه؟ في الأرض مصر. فلن أبرح الإيه؟ اللي هي مين؟ إن فرعون على في الإيه؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فين؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، يعني شرق النيل وغرب. هم كانوا قبل كده قاعدين في غربه مع الإيه؟ مع الناس الإيه؟ الفقراء الغلابة. بعد كده بقى الشرق والغرب، أورثنا الإيه؟ ومصر برضو القرآن يقول لك عليها كلمة عجيبة جدا، يسميها المدينة، وقال نسوة في المدينة، ده مين؟ مصر. ودخل المدينة على حين إيه؟ وأصبح في المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، بيقول على مصر المدينة وبيقول عليها الأرض، في حين بيقول على الشام ساعتها وجاء بكم من البدو. يعني الشام بكل ما فيها وكل حاجتها كان بالنسبة لمصر إيه؟ بدو. وجاء بكم من الإيه؟ واتذكرت طبعا مصر باسمها، وقال الذي اشتراه من إيه؟ أن تبوأ لقومكما بمصر إيه؟ وقال ادخلوا مصر إن شاء، أليس لي ملك مصر؟ اهبطوا مصر، على قراءة اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يا أخي القرآن أرخ تاريخ مفصل في مصر، وهذا التاريخ لم نجده في أي كتاب آخر، لا من الكتب السماوية ولا من النقوش اللي موجودة على المعابد، ولا تاريخ مفصل. أيام بقى لما يجي يذكر بقى سيدنا يوسف ويذكر بقى مصر فيها إيه؟ فيها عزيز وفيها ملك وفيها فرعون وفيها أسواق وفيها كل الكلام دوت، وفيها صحراء وفيها علماء وفيها الكلام ده، بيذكر بالإيه؟ اللي حصل بالظبط مع سيدنا يوسف ومع سيدنا موسى عليه السلام، يعني ولفيف من الأنبياء، لفيف. سيدنا إبراهيم مش جه مصر ودخل على فرعون مش كده؟ وسيدنا يوسف مش كده؟ وسيدنا يعقوب والأسباط اللي هم أخوات سيدنا إيه؟ يوسف. مش سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا يوشع ابن نون وسيدنا داود خرج منين؟ مع الجيش بتاع طالوت مش كده؟ في سيناء. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له أتدري أين صليت؟ سيدنا جبريل قال له انزل فصلي. قال له فين؟ نزل صلى. قال له بقى ايه؟ قال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء، حيث كلم الله تعالى موسى عليه السلام. صلى ركعتين. هم كانوا يعرفوا الصلاة؟ أول ما فرضت الإسلام فرضت الصلاة ركعتين. فرضت الإيه؟ الصلاة ركعتين بالغدو وركعتين بالأصال، يعني ركعتين الصبح وركعتين إيه؟ بعد العصر. إنما في الإسراء والمعراج فرضت بقى الخمس صلوات بالشكل اللي احنا بقى إيه؟ فصلى ركعتين.
يعني حضرة النبي عليه الصلاة والسلام شرف مصر بصلاة ايه؟ ركعتين في طور ايه؟ سيدنا. وسيدنا إدريس، سيدنا إدريس، والسيدة هاجر، وسيدنا عيسى وأمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين في مصر. يعني هنقول إيه تاني بقى؟ مصر دي يعني. وبعدين تجد ربنا بقى وهو بيقول لك على حتت طور سينين وسيناء ونهر النيل، وهذه الأنهار، مش ذكر نهر النيل؟ فرعون بيقول وهذه الأنهار تجري ايه؟ هي الأنهار ديت نهر النيل، فروع لنهر الايه؟ النيل. يقول لهم أليس لي ملك مصر؟ يعني اللي يبقى له ملك مصر ده يبقى هو الكبير بتاع العالم، مش كده ولا ايه؟ فبيقول لهم أليس لي ملك مصر؟ انتوا الحضارة المصرية القديمة دي، عشان تعرف بقى التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الحضارة ديت ما كانش حد يعرف عنها أي حاجة، أي حاجة. يعني كانوا شايفين أهرام ما يعرفوش إيه الأهرام ديت. آه كان في ناس فراعنة عملوا شوية حجارة بس ما يعرفوش حكايتها إيه. في معابد ما يعرفوش أي حاجة عنها ولا حتى اسمها، ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه عن الحضاره المصريه. احنا كمصريين ما كناش نعرف اي حاجه لحد يا اخي سنه 1799. احفظ بقى التاريخ ده كام؟ 1799. كانوا الفرنسويين جم مصر واحتلوها عن طريق رشيد، وهم بيبنوا الطابية بتاعت رشيد، يعني القلعة بتاعت رشيد، واحد عسكري غلبان خالص بينقلوا الحجارة، فلقى حجر كده اسود مش شكل الحجارة كده، وبعدين بيطلع فيه كده لا عليه نقوش. قالوا راح متصل بالايه؟ بالكبير بتاعه، ده انا لقيت كذا احطها مع الحجاره اللي هي بنحاربني بيها ولا؟ قال له طب اجي اشوفها. راح شافها، كلم نابليون دايركت، كلم نابليون مباشره، قال له في كذا. نابليون شاف الحجر قال لهم لا، ده بقى عمل منه نسخ كتير من الحجر ده زي ما هو بالظبط، وبعتها لاوروبا كلها. قال لهم لو سمحتوا حد يقرا لنا النقوش دي. مفيش حد. بس 1801، يبقى احنا قلنا 1799 العسكري اكتشف الايه؟ 1801 دخل الانجليز، دخلوا عن طريق الاسكندريه، والفرنسويين سلموا وكتبوا معاهده ان هم يجلوا عن مصر ويسلموا كل القطع الاثريه اللي ايه سنه 1800 وايه، ونقلوا الفرنسويين على السفن الانجليزيه عشان يضمنوا كمان ان هم يودوهم في اخر، وخدوا الحجر ده سنه 1801. سنه 1802 كان الحجر معروض في المتحف البريطاني في لندن، بس ما حدش يعرف عنه اي حاجه. يعني هو حجر وعليه نقوش بس ما حدش يعرف عنه اي حاجه. الكلام ده سنه 1800 وكام؟ و2. بعديها ب20 سنه، شوف يعني شوف ربنا بقى بيسبب الاسباب. بعديها ب20 سنه ربنا جاب واحد اسمه شامبليون فرنساوي، والولد ده ما كانش نافع في المدارس، بس هو كان مبهور باللغات
القديمة، فابتدى من وهو صغير بقى يبحث فيها لحد بقى ما عينه وقعت على هذا الحجر، واستطاع شامبليون انه يفك اسرار حجر رشيد سنة 1822. ولما فك حجر رشيد ده كانت بداية الثورة، ثورة التاريخ المصري. وجد ان الحجر دوت عبارة عن هذا الحجر لقاه اتكتب سنة 196 قبل الميلاد. مين اللي كتبه؟ اللي كتبه الكهان المصريين في منف، كتبوه لمين؟ لبطليموس الخامس. بطليموس الخامس ده رجل يوناني، حاكم يوناني، ملك يوناني، بس كان عنده أخلاق. كان عنده أخلاق، ساب المصريين على اعتقاداتهم وعلى دينهم، وشال عنهم الديون، والناس اللي في السجون خرجها، والناس اللي مش عارف يعني عمل، يعني شوف أخلاقه دي هي اللي عملت حجر رشيد. حصل ايه بقى؟ الكهنة في منف راحوا عاملين الحجر ده وكتبوا عليه بثلاث لغات، بيكتبوا له شكر، بيشكروه على اللي هو عمله. طبعا كتبوه الاول باللغة الهيروغليفية، وبعدين كتبوه باللغة الديموطقية، وبعدين كتبوه باللغة اليونانية القديمة. ليه؟ عشان يخلدوا هذا الشكر. بمعنى هذا الرجل يوناني ما يعرفش اللغة الهيروغليفية. اللغة الهيروغليفية دي اللغة الرسمية للمعابد، اللغة المقدسة للمعابد، مش أي حد يشتغل بيها. الديموطقية ديت بقى هي اللغة المصرية الشعبية، عشان اللي عندهم علم يعرفوا الشكر، والناس الشعبيين يعرفوا الشكر، وهو كان بيتكلم يوناني يعرف الشكر، اليونانيين يعرفوا ليه. فهم كانوا كاتبين اللغة دي الأول، وبعدين اللغة دي، وبعدين بيشكروه بالثلاث لغات. جه بقى شامبليون راح فك وفهمنا بقى، وقدرنا بقى نعرف الجماعة المصريين القدام دول كانوا كاتبين ايه بقى على المعابد، وكاتبين ايه في الأهرامات، وكاتبين ايه وانفتح بقى ده الكلام ده سنة كام؟ 1822. وفضلت المواضيع تزيد 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 لحد سنة 1922. 1922 الثورة الثانية، اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون. كانت حاجة في مذهلة، أذهلت العالم. اقرأ شوف الكلام ده، شوف أذهلت حجر رشيد ده قد كده، يعني ارتفاعه 1.14 متر وعرضه 72 سنتي وسمكه 27 سنتي، حاجة يعني مش. إنما لما ربك بيريد بقى، لولا حجر رشيد ده كانت فضلت الحضارة المصرية القديمة ولا حد يعرف عنها حاجة، شوية حجر. إنما بقى بعد في بداية القرن العشرين ابتدت بقى يعملوا علم جديد بقى، وهذا العلم سموه إيجيبتولوجي، يعني المصريات القديمة، وهو العلم الوحيد اللي تسمى باسم بلد. يعني مفيش مثلا أمريكانولوجي، مفيش، انما في علم المصريات القديمه. ابتدوا بقى يبقى ياخد الشكل الاكاديمي بتاعه، ويبقى فيه ماجستير ودكتوراه في علم المصريات ومعظم المشاهدات دلوقتي في متحف بريطانيا هي الروزيتا ستون. روزيتا ستون ده يعني حجر رشيد، هناك اسمه كده روزيتا ستون. ده اكتر نسبه مشاهدات بتجيله، عشان يشوفوا ثلاث انواع كتابات. حاجه بس القرآن سبق كل دول،
القرآن اتكلم على حاجات قبل كل دول، اتكلم عن مصر بملوكها بفراعنها وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الايه؟ الأوتاد. ممكن الأوتاد دي تكون الأهرام، ممكن تكون المسلات، الله أعلم، مش كده؟ المصريين خرج منهم ناس يعني متدينة جدا. هيجي لك الصحراء دلوقتي وعملوا ايه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايه؟ شوف ربنا خلى الذكر ازاي؟ عشان راجل مؤمن من آل ايه؟ من آل في ايه؟ مؤمن من آل ايه؟ يعني لو كان مؤمن بس عادي، ما في مؤمنين كتير. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، انما هو لو كان راجل مؤمن بس ما كانش عادي راجل مؤمن. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف، يعني تعالوا صف واحد، ما تتخانقوش، خليكم إيد واحدة. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي، مؤدبين برضو، الأخلاق برضو لها ثمن، وإما أن أول من ألقى، يعني هم بيستأذنوه، تحب حضرتك تلقي الأول ولا إحنا نلقي؟ قال بل ألقوا. فإذا خلاص هم مصرين، خلاص فإذا حبالهم وعصيهم، العصاية دي شوف عصاية سيدنا موسى دي اتذكرت كم مرة؟ اتذكرت كتير جدا العصاية بتاعت سيدنا ايه. قال هي عصاية، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، هنضرب بعصاك البحر، هنضرب بعصاك الايه؟ العصايه دي هنا عامله زي قميص سيدنا يوسف في سورة يوسف، اتذكر كتير اهو. وجاءوا على قميصه، وقدت قميصه من ايه؟ دبر، ان كان قميصه قد من قبل، وان كان قميصه قد من دبر. فلما رأى قميصه، شوفوا ذكر كم مرة، اذهبوا بقميصي هذا. افتكر كده كل صورة فيها ايه حاجة كده، يعني خلي بالك من دي. وبعد كده عصاية سيدنا موسى هتيجي في اخر الزمان مع الايه؟ مع الدابة، معها عصا موسى. واللي هتعمل له بالعصاية كده بيبقى مؤمن. المؤمن تعمل له بالعصايه كده يثبت ايمانه ووشه ينور. ده العصايه دي يعني خطيره. قال بل ألقوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. شوف سيدنا موسى، هم عملوا سحر لدرجة ان هو الناس سحروا اعين الناس. يعني هم هي الحبال والعصيان زي ما هي، حبال وعصيان، بس ايه اللي اتسحر؟ اعين الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوهم، خوفوهم. فالناس شافوا ان هي بقت تعبين وهي مش تعبين. فأوجس في نفسه، يعني إيه؟ يعني سيدنا موسى خاف بس أضمر في نفسه، ما بينش للناس. أدي فأوجس يعني أضمر، ما بينش بقى خوفه. يعني لحد الوقت سيدنا موسى بيخاف، مع إن ربنا قال له ما تخافش. برضو البشرية ما تقدرش، أنت البشرية دي هتعمل فيها إيه؟
ربنا قال له بقى قلنا لا تخف تاني. كلمة لا تخف دي تكررت كتير، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لستنا أم موسى ولا تخافي، مش كده؟ وبعدين سيدنا قال له لا تخف نجوت من القوم الايه الظالمين، خذها ولا تخف، اقبل ولا تخف، لا تخاف انني معكما اسمع. وهنا اخر اخر بقى لا تخف، هنا اخر واحده بقى قلنا لا تخف، خلاص بقى مش هنكرر، هي بقى قلنا لا تخف انك انت الايه، من ساعه ما قال له انك انت الاعلى خلاص بقى. وألقي ما في يمينك، العصاية، تلقف ما صنعوا. يعني ايه تلقف ما صنعوا؟ تلقف يعني من فوق، يعني هي الناس بتفكر ان العصاية بقت تعبان وقاعد ياكل التعابين. لا، اصل لو كان كده كان الناس هتفكر ان العصاية سحر وبقت تعبان بالسحر وكانت التعابين برضو بالايه بالسحر. انما لا، العصاية بتاع سيدنا موسى اصبحت ثعبان ولقفت، تلقفت السحر اللي في اعين الناس، فالناس بيبصوا لقوا ان كل الحاجات موجودة على الارض، العصيان والحبال، ومفيش ثعبان غير مين؟ غير بتاع سيدنا ايه؟ والصحراء شافوا كده برضو، شافوا الله. فأوجس قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أقول قولي هذا.